كابتن علاء، الف الف مبروك، قلبنا وقف في الشوط الثاني. مبروك يا ايمن، الحمد لله، ومبروك لجماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ومجلس ادارته. مباراه تخيلناها صعبه، لا ما تخيلناها سهله بين الشوطين، لكن للاسف الشوط الثاني كان صعب قوي، هنتكلم فيه اكيد، لكن بقول الحمد لله، يعني خطوه كويسه، وكويس ان ده حصل الشوط الثاني، لان المباراه الجايه صعبه جدا، مش محتاجه اي استهتار، اي طمانينه للنتيجه. المباراه الجايه صعبه جدا جدا جدا، اللي حصل الشوط الثاني ده هنتكلم فيه، لكن الحمد لله مبروك على انك فزت النهارده، ودي خطوه كويسه ان شاء الله. بس انا عايز اقول لك حاجه، احنا كنا عايزين نفوز النهارده. ما انا بقول فزت النهارده خطوه كويسه للي جايه ان شاء الله باذن الله ربنا.